نقول لكم اكبر عدد المبيعات دخلت انا في النهار، دخلت اكثر من 170 اوردر في النهار واحد. نشرح لكم، راه ماشي انك تجيب مبيعات اللي صعيبه، خص تجيبها باقل ثمن. واحد الخطره كيفاش انني سميتو، باش نعاود لكم كيفاش دخلت اول بعدا اول مبيعه ديالي كيفاش درتها بلابسيل، يعني مي اوتوماتيكمون شراو وداروا لابسيل ودرنا معاهم لابسيل بار تليفون، يعني كتلصق ليه برودوي واحد اخر في التليفون. القضيه اي حاجه كدار في الداخل ديال الفيسبوك كتبقى الداخل كطيح شويه رخيصه، اي حاجه كتخرجها من الفيسبوك لبرا كطيح شويه غاليه. مي هاد القضيه ديال الميسنجر بوك الاي كوميرس، الاي كوميرس الاي كوميرس هو اسهل حاجه تقدر دير بها فلوس في هذا الوقت من الانترنت، وكندوي هنا على المدى القريب، يعني ممكن من اليوم بعد يومين ديري بديت كتدخلي واحد المدخول ديالك. سمحوا لي سي ثلاثه ديال لي بيكسل. باش نشرح لك ثلاثه ديال لي بيكسل ملي كتانستاليهم. مثلا انت عندك واحد لو بيكسل ياك، هو باش كتطلق الحمله الاعلانيه ديالك هو اللي مانستالي، واحد اخر كتحطو سكور ياك. ديما اش كدير كتحط سيميو تحت جوج، انا كنفضل نحط جوج حيت كتقول مثلا حطيت الاول خدمت به سدات ليا فيسبوك الكونت، يعني داك البيكسل مشى ولكن كيبقاو ليا جوج، فهمتوني؟ كنمشي كنزاد الثاني كنخدم به ولا كنكسبورتي، يعني الداتا ديالي الاولى ما مشاتش، فهمتوني؟ الداتا الاولى ما مشاتش، كنمشي كنهزو كنكمل على ديك الداتا الاولى اللي بديت في الفيسبوك الاول اللي مشى ليا. عندي الثالث عاوتاني هذا كان انستالي عاوتاني، ديما كنزيد عاوتاني واحد اخر، واحد البيكسل واحد اخر باش تي نمشي عاوتاني، هذا كيبقى لي الاخر وعاوتاني كنزيد في الاخر، هكا ديما كتبقى الداتا ديما كيطيح لك الكوست. حيت باش نشرح لكم، راه ماشي انك تجيب مبيعه اللي صعيبه، خص تجيبها باقل ثمن، حيت راه غتجيب مبيعه مثلا ب 3 دولار، ولكن 3 دولار ممكن تجيبها بدولار ولا بنص دولار ممكن. غندير سيف، غندير سيف سيف سميتو اللايف. اختي 600 درهم في النهار، ودابا الحمد لله كنوصلو اكثر، كنوصل اكثر من بريكا. واخا تقول الصعوبات ديال البدايه في هاد الدومين، الصعوبات في البدايه كيتجلا لك الالي مع الروتور، حيت كتلقى بزاف ديال الناس مني وجبت في البدايات. البدايات صراحه ما لقيتش انا التوجيه، يعني بنادم غيقول لك شوف دير هادي دير هادي دير هادي، اللي دابا راه المعلومه راه موجوده فهمتيني، وباقي بالعربيه. المشكل ديك الساعه كتلقى واحد السيد كيقول لك فوالا انا ها باش كنخدم، كتمشي كتابليكي داك الشيء اللي كيدير داك السيد، ما كتدخل حتى شي مبيعه نهائيا، يعني كتمشي نفس لا ميثود نفس هذا، كتقول راه واقيلا المشكل فيا، راه واقيلا المشكل في البرودوي اللي كنبيع، كتمشي كتبدل كل شيء. حتى لواحد النهار كتقول او راه هاد الناس واقيلا راه كيكذبوا علينا، يعني هاد الشيء راه ما فيه لا فلوس لا والو. واحد الخطره كيفاش انني سميتو، باش نعاود لكم كيفاش دخلت اول بعدا اول مبيعه ديالي كيفاش درتها. صافي حتى قلت تقريبا راه فقدت الامل في هذا الدومين، يعني كنطق الاس كنجرب كندير 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 والو، يعني ما كاين شيء، يعني سميتو واحد لايف كان فيه ايدي حيا بالضبط، كيهضر على المهم الدومين وهذا، ما عرفتش شكون اللي سولو على كيفاش كنخدم، قال لي كنخدم ميساج. انا ذاك ميساج ما عمري سمعت عند شي واحد في كاع لي كور تقريبا ديال المغرب، اللي ديال المغاربه اللي شفت في ديك الوقت، يعني ماشي دابا، ما دابا راه كلشي كيهضر عليها. تيستيت ميساج تقريبا بقات عندي شي 3 دولار في ذاك الباي بال، ما عرفتش تيستيت ميساج جاني ما بيها ديك الساعات، عقلت بعد شي جوج بياسات ولا ثلاثه، زيت سميتو مشيت خديت البرودوي، مشيت كنجري الامانه اللي فريتو، صيفطو للسيد اللي فراو دخلوا ليا فلوس اول خلصه، قلت هدا هنا ميساج، يعني تما بديت كنخدم ميساج، زيد 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 ميساج ميساج ميساج. كنمشي ديك الساعه ثاني حنا في واحد البلان ديال واحد البوت، هاد البوت كيداير يعني كيجاوب الناس بلاصتك انت. انا درت اس 3 دولار والناس كيصيفطوا لي، لكن حتى واحد ما شراش المنتج شنو المعمول، يعني مشكل غيكون عندك في هذا اللي دار 3 دولار في الادس. دابا 3 دولار في هذا الوقت ما كتجيبش باقي واحد النمبر كبير ديال لي ميساج، حيت دابا الفيسبوك اس كما كتعرفوا ولا شويه غالي في المغرب.
هذه واحد الحاجه. المشكل كاينه في طريقه الاقناع ديالك اللي بان ليا انا، اولا في البرودوي، حيت راه ماشي انه كيصيفط لك ميساج راه كيقول لك سلام ويمشي، ولا كيصيفط لك لايك راه صافي راه داك انتريسي في ميسنجر، خص يطول معاك. وهذا الا طول معاك كتعرف بانه بعدا غي يجاوب يهضر معاك على داك البرودوي، كتعرف واحد 50% راه انتريسي به. تعال حتى بديتي الربح 8 شهور وسد عليا في واحد البيت كنتعلم 8 شهور. هذا السؤال شخصي، لكن اذا كان ممكن تقول لي شحال دابا كتحقق ديال المبيعات في النهار العادي ديالك؟ زعما كل نهار ورزقو كيما كيقولوا، ما كنهضرش في الفلس. المهم كندخلوا الحمد لله. نقول لكم اكبر عدد المبيعات دخلت انا في النهار، دخلت اكثر من 170 اوردر في النهار واحد. غادي النهار اخر ستوري اللي في البلاتفورم ديال يوكان راه دخلت اكثر من 100، مي ماشي في خدمنا بيوكان ومي بطوم بلابسيل، يعني مي اوتوماتيكمون شراو وداروا لابسيل ودرنا معاهم لابسيل بار تليفون، يعني كتلصق ليه برودوي واحد اخر في التليفون. هاد السيد اللي سولني على شحال ديال الوقت، راه ديك الساعة راه ما كانتش المعلومة، داكشي علاش قلت 6 شهور 8 شهور، ما كانش المعلومة بحال دابا. دابا راه كلشي ولا كيدير سميلو، ولا كلشي تقريبا راه عطا الله لي فيديو اللي كيشرحوا الاي كوميرس، يعني ما عندك باش تجلى. خاي اسماعيل غا ما شفتش الميساج ديالك صراحه، ما غنجاوبك يعني غا ما شفتش، حيت راه تبارك الله راه اكثر من 300 ميساج كاينه تما، ومي غنجاوب كلشي، غنجاوب كلشي واخا تعطلت في لا ريبونس، غنجاوب بحكم الخدمه وصافي. كندوي على كونفيرمي، ما كندويش على الروتور وداكشي، اما راه هي راه اكثر. كيفاش تلقى لي ليفرو؟ اسهل ما كاين في هذا الوقت انك تلقى لي ليفرو، جوست كاينين دي جروب ديال الاي كوميرس في فيسبوك، لونسي بغيت ليفرو في هذه المدينه يجيوك 10. ويا شحال ممكن دابا من دولار نطلق في الاس باش نجيب لي الطلبيات؟ انا يعني دابا اللي ولا شويه فيسبوك غالي، كنصحك تقريبا في التيست من 7 حتى 10 دولار، هادشي في التيست. اما سكيلين راه ديك الساعة انت وجهدك. كيفاش كتمانجي بزاف ديال المبيعات؟ كيفاش كنمانجي في لا كونفيرماسيون، لا كونفيرماسيون ديال البنات اللي خدامين معنا، يعني هما اللي مكلفين بهاد لوبسيون. اخويا انا خدام غا في المغرب، ما كان قربش شي جهة اخرى، مي اطمح لي اكثر، غنخرج ان شاء الله لافريك ولا شي قنت اخرى. شنو هذاك البوت اللي كتجاوب على ميساجات؟ هو واحد البوت سميتو مانيشط، واحد البوت سميتو مانيشط، مي مؤخرا ولينا كنلقاو فيه مشكل حيت دي ديكتاتو الفيسبوك، حيت هو كي بحال قلت كتقول بالفيسبوك، حيت ممنوع انك مثلا تانصالي شي حاجه بحال هكاك، حيت اي باش نشرح لكم واحد القضيه، اي حاجه كدار في الداخل ديال الفيسبوك كتبقى الداخل كطيح شويه رخيصه، اي حاجه كتخرج من الفيسبوك لبرا كطيح شويه غاليه. مي هاد القضيه ديال ميسنجر بوت يعني هي راه كتخرج لبرا ولكن بطريقه غير مباشره، يعني حتى كيصيفط لك لواحد ميساج عاد كتخرجو، وهذا باش مزيان الداتا ديالك الداتا كتبقى لك في داك مانيشط. انت عزيز واش كتعلم اونلاين ولا صافي دابا حاضي؟ انت دابا عزيز واش كتعلم؟ انا خويا ما كنديرش دورات اونلاين، لا جيست انا باغي نبارطاجي مع الخوت داكشي اللي كنعرف فقط. علاش داك البوت اللي كتخدم به سميتو مانيشط، ماني شط اللي سميت البوت، راه كاينين اللي كور، راه كاينه واحد السيده سميتها نورا فحصي راه هضرات عليه، وانت واقيلا مروان بالنسبه للدروب ما كنديرش دروب شيبين اخويا. لي كوميرس حرام وحلال او حلال؟ انا انت البيع مول الحانوت حرام ولا حلال لحداكم؟ على حسب اشنو كيبيع.
عافيه حاجه زوينه للناس ولا لا؟ اه هذه مزيانه هذه الفكره. دابا ثاني واحد القضيه باش 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 نعطيكم اللي كيقول لك الاي كوميرس واش حلال او حرام. كاين اللي كيجري بالبرودوي على اساس راه فهمتيني داك البرودوي مثلا كيدير 50 دولار ولا 40 دولار فهمتيني وكيبيع لك انت على اساس 40 دولار ولكن هو شري بجوج دولار. واش من جوج دولار شينوا لقشه وشي عشره. دابا دابا هذه عاوتاني مزيانه. دابا مثلا كاينين الناس كاين الناس دابا كياخذوا واحد البرودوي مزيان لا كاليتي مزيان وادرا ما ادراك ما هذه المنتجات في فيسبوك كياخذ واحد البرودوي لا كاليتي ديالو مزيانه وهذا وكيدير مثلا واحد 70 دولار فهمتوني يعني واحد 14000 ريال كيدير كتلقى الكوبي ديالو كيدير 30 درهم في دور عمر يعني كوبي واحد شرويطه ولا شي تخربيقه ما كدير والو كيمشي كيبيع على بنان بواحد الثمن اللي هو خيالي يعني ولا بالثمن ديال الاوريجينال هذا يقدر ندخلوه في الحرام والله يسمح لهم. انا مفيد اخويا الله ولكن عاودت رضوان شوف كنخدم كنخدم في ثلاثه ديال لينيش كنخدم في لي بيبي الكوزميتيك والطوموبيلات داكشي لي زاكسيسوار الطوموبيلات هادشي فاش كنخدم انا غير خاصك بيسي في الاول ولا غاتيل بيسي ضروري اللي كيسول على التليفون ولا سميتو بيسي كتجيري المسائل ديالك مزيان كيفاش تقرا الداتا راه كاين كاين انديفيديو كنشرحوا هذه القضيه كل واحد وكيفاش الطريقه باش انه كيستعمل كيفاش كيقرا الداتا. مي حنا في المغرب اللي كيهمنا كيهمنا اش من بلاصه كيتباع فيها هذاك المنتج ديالنا مزيان واش في فيسبوك ولا في انستغرام ولا في في النيتورك ديال سميتو اولا في الفيد ولا في السطوري ولا المهم هذه اول حاجه. كنشوفوا لاج ديال الناس اللي كيشريو داك البرودوي كنشوفوا واش عيالات ولا رجال هادشي اللي كيهمنا في الاول وكنشوفوا اين وحده اين وحده فيهم اللي كتجيب لينا مبيعات رخاص دروب شيبين حرام ولا حلال. انا راه ماشي رجل دين ما تهضروش لي على حلال او حرام. كاع المدن كيتمشى فيهم السي او دي كاع ليفي اي خنت كتشري الناس كيشريو في شي مناطق راه السلامه لله لي ليفرور كدير معاهم سميتو على كل كوموند ليفري كدير من 15 20 المهم داكشي باش كيخدموا 20 درهم او ماكس مي الا كتدخل كونتيتي 90% ديال السلعه اللي كنبيع كنجيبها في انزكان يلاه قال لك توصل البرودوي ديال زوين اقل تكلفه بالليفرور ليفرور ولكن الا كتدخل كونتيتي كوزميتيك كتخدم بلاندين بيج الكوزميتيك كي غتخدم بلاندين بيج خص طيح على شي برودوي يكون فرقع كتخدم ليه لاندين بيج عاوتاني لاندين بيج كاين الناس اللي ما غيعرفوهاش مثلا واحد البروداكت اكس كتقاد لي واحد الصفحه ديالو بوحدو كيهضر عليه هو كدير فيه اراء الزبانه كدير باش مصوب كدير المكونات ديالو كدير الاراء ديال مثلا ديال المختبر اللي سيبو كدير كاع داكشي على فين كدير واحد الفورمولير فاش كيعمروا ليك الناس هادي خدامه مزيان كتكونفيرتي مزيان لاندين بيج الى لقيتي في برودوي مثلا كيتمشى لك مزيان يعني بلاندين بيج يقدر دوبل المبيعات ديالك شي قال لك وصل ما كنستوردش اخويا ما كنستوردش لا حتى البرودويات ديال هنا كيفاش يو كان كتجيب ليها الناس من من فيسبوك يعني راه ماشي هي اللي اللي سميتو اللي فيها الناس راه هضرت اختي ليلى التازي هضرت على لي برودوي على نينيتش اما ما غنعطيكش البرودوي بالضبط اللي كيتبع ليها كل واحد كيحافظ على السر ديالو شنو المنتجات اللي كيت راه قلت لك انا خدام في ثلاثه ديال لينيش خدام في في الكوزميتيك خدام في داكشي الطوموبيلات يعني سميتو خدام في ديال لي بيبي ورا في الاول بدينا غير بوحدنا الليد السيد اللي كيسول عليك اشنو غتقول لنا على الليد الليد كتجيب ولكن ما كتبقاش عندك الداتا السيد اللي كيسول على راس المال باش تقدر تبدا ما يقدر تبدا
تقريبا 1000 درهم 2000 درهم، ولكن هنا كندويو على بدايه سلاح فت. ولكن الا ميتريزيز، الا كتميتريزيز الدومين مزيان يعني صافي، واكل فيسبوك ادز، واكل يعني عارف كيفاش تبيع، عارف سميتو